بعد اذنك معناتها نستسمحك ان نحكيوا فيه، خاطر قاعد نسمع فيه يتقال حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، يتعلق ب ما نعرفش حياتك الشخصيه، تسمح لي نخوض فيه ولا لا؟ تفضل. وليد الزريبي يتعرف على تونسيه من اب يهودي وام تونسيه، اوهمته انها نجله امير سعودي وهي في الاصل جاسوسه مجنده من الموساد في عهد بن علي. هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ هذا مش كلام صحيح، هذا أتفه كلام سمعته في حياتي. لا أساس له من الصحة؟ مش لا أساس له من الصحة، كل شيء غلط. خلاف أني أنا النجم نسب اللي كاتبه هذايا، خلاف اللي النجم نرده في الحضيض. مش أول مرة تسمعه؟ نسمع فيه ديما. هذا هو. علاش ما كذبتوش؟ لأنه شو نكذبه؟ هذا كلام سخيف تافه. ساعة شفت المعلومات اللي قلتها؟ أصلاً هي كمعلومة غير صحيحة. يعني توا واحد مدون في الفيسبوك، هو يعرف أنه وليد زريبي معناه جاسوس، وهو يعرف أنه وليد زريبي هيك مخلوض العالم. تزوجت من 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 هذه اللي أوهمتك أنها ابنة أمير سعودي؟ غير صحيح، زوجتي تونسية 100%. زوجتي أمها تونسية وأبوها تونسي، وأنا نوجه لها تحية لأن هي أصلا وصلها هذا كله، وصلها في الحرب القذرة اللي تدار ضدي، هي كانت في الطريق أعراضة، يعني لما هما ما يلقاولكش حتى طريق فيجيبوا لك مرتك، يحكوا لك على مرتك، يحكوا لك على اولادك، يحكوا لك على هك، يدخلوا لك في حياتك الشخصيه. هذه اساليب قذاره. انا نرد على الناس اللي الناس القويين، الناس اللي بالحجج، الناس اللي بالادله، ألم الناس الكبيره. استدعتك جهات امنيه من اجل هذا الموضوع؟ لا ابدا ابدا. عائلتك وقع استدعائها من اجل هذا الموضوع؟ لا. هذا يدور على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير. شنو كيدور؟ معناها كيدور انا مش ندور معاه؟ مع سكوتك يؤكده. شنو تحبني نجاوب؟ شنو تلقى كلمه من لوطه شالوم عملتها اسرائيل؟ نحكي لك انا طرفه. عبد الرؤوف العيادي في المكافحه انا وياه في شالوم في فرق المركزيه في العوانه، قلم اللي انا ماخذ 7 مليارات من عند اسرائيل في شالوم، قلت له اعطيهم لي، مو انا ماخذ بيعطيهم لي، وخلينا نقول نصحح لك الكلام كله صحيح. اذا انت خاسر ويقلبوك منين تجيب في الاموال؟ اي اموال؟ شو يا اخي هذا مش انتاج تلفزي؟ كم يتكلف؟ نسالك مبلغ بسيط جدا. راهو عمل تلفزي كي نحكيو عليه نحكيو على ملايين. طبعا على ملايين. انت الملايين عندك بسيطه جدا تهدرها في لعب هكاك نفدلك قاعد نلعب بها. يا رسول الله، لانه كلام فارغ، هذا كلام ينفخ الراس، كلام يا سيدي يا سيدي. الكلام هذا علاش انا اللوم على واحد جاهل كما هكا كاتب الكلام هذا؟ يعني انا نناقش فيك على سيد يقري في العلوم السياسيه في الجامعه في الرباط. ما هو يستند، شوف يستند الكلام يتقال في تونس، مؤرخ يستند الكلام فيسبوك الكلام اي اذا كان انت تسكت عليه يعتبروا انه صحيح، يستند الى ترشحك، معناتها عندك طموح سياسي. عندي طموح سياسي طبعا، خي ما ترشحتش، ماك ترشحت ترشحت على سليانة. طموحات في كل المجالات. ترشحت هي. وهك رأس حربة، رئيس قائمة. ديما رأس حربة. دونك يربط مع بعضه ويوصل للنتيجة هذيك. يعني اللي ترشحوا في الانتخابات كلها ممولين من إسرائيل لا والإمارات؟ لا لا لا، أنت بالذات، أنت بالذات، اللي ترشحين نعرفوهم الكل يخدموا في المجال السياسي، لو تلقى فنان أو إعلامي يترشح تطرح مجموعة من الاستفسارات. علاش أنا بالذات؟ راس أعطيني جاوبني، أعطيني سؤال. عندك الجواب. شنو الجواب؟ عندك الجواب. علاش كل هذه لما تتعلق بالدول وصراع وإمارات وليبيا وإسرائيل والمغرب وكذا وفرنسا وشنو وروسيا؟ هاك أنت شالوم اف بي اي. هذه أعمال يعني رأفت الهجان كيمثل أنه هو مشى لإسرائيل وكل هو جاسوس هذاك بالحق، لما فتح الهداي ولشكون يمثل دور معناه هو كاكا. لو أنت اليوم مدين باعتذار لشخص أو لجهة أو لطرف، من تعتذر فقط؟ لعائلتي. عليش؟ عائلتي الصغيرة جدا اللي تضرت. اللي هي ما تضرتش، لا اعتذر من امي وبابا ومرتي واولادي فقط. يعني امي تنجم تتفجع من مش من الكلمة هذه، تتفجع كي ما تردش التليفون ما يردش اصلا. فما بالك انت ما تنجمش تستوعب هي الكلام هذا تحكيه، يعني هذا كلام دول وامن قومي يحكوا فيه، مش تستوعبوا انسان. وليد نذكر انه سمحت لما تتكرر هذه تقول لي انت ديما الاسئلة ذي حولك، فيبدو انها مش بريئه معك. يبدو كان ثم من يدير كل هذه الفكره، علاش ما يقولوش على شخص اخر باستمرار؟